شكرا الأخ رئيس. في الرسالة رقم 5 بخصوص طبعا اقتراح بقانون قدمته بخصوص الجنسية لأرملة الكويتي، وهذا الاقتراح بقانون قدمته في 28/2/2018، ونطالب اللجنة باستعجاله. ونص المادة يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من الرسوم الأمنية رقم 15/1959 مشار عليه، الفقرتان الثالثان. وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، جاز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها. الأخ الرئيس، في كثير من الإخوان الكويتيين لما تزوج ما سوى رغبة لزوجته، فبعد الوفاة تتفاجأ هذه الأرملة أنه ما في مجال لتجنيسها. فإحنا نقول الأرملة لأنه أغلب الحالات اللي شفناها الأخ الرئيس، خاصة الكويتيين المتزوجين من دول مجلس التعاون، ما سوى لها رغبة، لأن كذلك الزوجة ما عندها حرص على الجنسية. إنما اللي متزوج من جنسيات أخرى، من يتزوج اليوم ثاني يوم سوى رغبة لها لأنها حريصة. إنما دول مجلس التعاون ما هم حريصين كذلك، لاحق عليها بالنسبة للجنسية، فبالتالي مو مستعجل. ولكن ظروف وفاة الزوج وعنده أولاد، فشون عالجها؟ لازم عالجها بقانون. فتقدمت بهذا الاقتراح، صار لأكثر من سنة الأخ الرئيس، وكذلك الحكومة تقدمت بمشروع قانون مشابه، ويشكر عليه وزير الداخلية على مشروع قانون المقدم حاليا. فبما ان في اقتراح بقانون وفي مشروع قانون من الحكومه، اذا الكل متفق على انه هذا القانون يجب ان فعلا ان يقر.